أغلى منظومة حماية بالعالم، تكلف 500 مليار سنوياً، سيارات مصفحة، مروحيات عسكرية، شاحنات مراقبة، قناصين وعملاء سريين. ليش هالموكب الرئاسي هو الأغلى والأعقد بالعالم؟ ومن شو بيتكون؟ هوس حماية الرئيس الأمريكي بدأ بعد اغتيال الرئيس كينيدي بال61، فصار أي انتقال للرئيس عملية معقدة جداً وهم لوجستي، وبيصير عبر موكب ضخم يتكون عادة من 40 ل50 سيارة. بداية الموكب تكون بسيارة الاستطلاع، تسبق الموكب بخمس دقائق تقريبا، بعدها تأتي دراجات الإخلاء مهمتها فتح الطريق للموكب وسد الطرقات الجانبية، ثم تأتي سيارات المربع الآمن مهمتها تأمين سيارة الرئيس بحالة الهجوم، وتحيط بسيارتي لوموزين، واحدة منهم يركب فيها الرئيس، سيارتين متطابقات تماماً بأدق التفاصيل، وما حدا بيعرف بأي وحدة منهم موجود الرئيس. تسمى هالسيارة الوحش، The Beast. سيارة معدلة وزنها 10 أطنان تقريباً، مضادة للرصاص والقنابل، ومجهزة ضد الهجمات الكيميائية، مزودة بأسلحة خفيفة ممكن يستخدمها الرئيس، إضافة لأسطوانة أكسجين وكيس دم من نفس زمرة دم الرئيس. ويضم الموكب سيارة تشويش فيها مستشعر لصد الصواريخ الموجهة عن بعد والتعامل مباشرة مع القنابل المزروعة على الطريق. ويضم الموكب سيارتين هاف باك أو نصف ظهر، الأولى فيها الحراس الشخصيين للرئيس مدججين بالأسلحة ومستعدين لحماية سيارة الرئيس لحظة الاشتباك، أما الثانية فبابها الخلفي مفتوح دائماً وفيها قناصين محترفين لتأمين مؤخرة الموكب الرئاسي. بمؤخرة الموكب سيارات فان لنقل الصحفيين، بعدها سيارات التعريف مهمتها التواصل مع فرق المراقبة الخارجية اللي تتابع بدقة تحركات الموكب، وفي كمان شاحنة لمكافحة المواد الخطيرة مخصصة للتعامل مع الهجمات الكيميائية والبيولوجية، فيها خبراء للتعامل مع أي مواد سامة وخطرة. وبآخر الموكب دراجات أيضاً، سيارة إسعاف مجهزة وعدد من سيارات الشرطة تمنع أي سيارة غريبة من دخول الموكب. رغم كل التعقيدات اللي حكيناها إلا أنه هالموكب سريع جداً وقادر على الانتقال من نقطة لنقطة بزمن قياسي، ولكن الموكب البري الرئاسي مقتصر على الانتقال ضمن رحلة لا تتجاوز 30 دقيقة، وإلا فحيلجأ الرئيس للطائرة العسكرية مارين 1، هليكوبتر عملاقة تنقله لقاعدة جوية لحتى يستقل منها الطائرة الرئاسية، وبس تطير مارين 1 من البيت الأبيض بتطير معاها أكثر من نسخة متشابهة، تبدل حركتها باستمرار للتمويه، ويتم نقل سيارات الرئيس وشاحنات المرافقة بطيارة شحن لأي منطقة رايح عليها. كل المعلومات اللي حكيت لكم إياها هي معلومات سرية جدا، ولكن صديقي ورفيقي الغالي ترامب حكالي إياها بآخر جلسة شلي عقدناها بالبيت الأبيض. بتمنى ما تفضحوا السر اللي بيني وبين ترامب، لأنه بصراحة هي أمانة، والأمانة ما بيشيلها إلا المعلم عمر بليالي الصالحية. شاركوني رأيكم بالتعليقات واشتركوا بالصفحة، لسه الشلي بقوله.